روسيا حتى الآن مشاهدين تجنبت القبول برواية أن داعش وراء الهجمات، لكن للتنظيم العديد من المبررات لكي ينفذ هجماته ضد روسيا، فهو يخوض مواجهات معها في أكثر من منطقة جغرافية. تعد سوريا هي الساحة الأبرز، حيث تعرض داعش لهزائم متتالية على يد روسيا التي تحالفت مع بشار الأسد، وذلك منذ التدخل الذي بدأ في سبتمبر عام 2015. في أواخر الشهر الذي تلاه، أي أكتوبر، أعلن داعش مسؤوليته عن زرع قنبلة على طائرة كانت تقل سياح من شرم الشيخ في مصر إلى سان بطرسبورغ في روسيا، ما أدى إلى مقتل 220 روسيا. لكن روسيا مشاهدين واصلت حربها على داعش في سوريا تحديدا، ولعل الهزيمة الأبرز كانت خلال هجوم تدمر في 2017 حينما تمت استعادة المدينة من التنظيم. الآن نتجه إلى أفريقيا ومالي تحديدا. تدعم روسيا القوات الحكومية هناك عبر مجموعة فاغنر في مواجهتها لداعش الذي ينتشر في شمالي البلاد، ونحن هنا نتحدث عن مالي. العلاقة الروسية مع داعش معقدة ومعقدة جدا، ففي 2017 قال بوتين إن حوالي 4000 روسي، 5000 آخرين من دول آسيا الوسطى ذهبوا للقتال في سوريا. حسب المسؤولين الروس، فمنفذي مذبحة كراسنوغورسك الأربعة هم من طاجكستان في آسيا الوسطى، فيما تؤكد مصادر غربية أن طاجكستان، أوزبكستان، قرقيزستان توفر مجموعة من المجندين لداعش منذ فترة طويلة. هذا وأكدت نائبة الرئيس الأمريكي كاميلا هاريس أن تنظيم داعش خراسان فقط هو المسؤول عن الهجوم. رغم وسائل الإعلام الروسية ورغم ما قالته حتى طبعا المسؤولين عبروا عن شكوكهم في ضلوع أوكرانيا بشكل أو بآخر بهذا الهجوم. السبب الأول يعود لتحذيرات وزارة الخارجية الأمريكية التي نقلتها سفارات بريطانيا وفرنسا قبل أسبوعين بخصوص خطر هجمات على مسارح وقاعات حفلات في موسكو. كذلك المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا انتقدت عدم مشاركة واشنطن للمعلومات مع موسكو، وانتقدت أيضا تبرئة البيت الأبيض لأوكرانيا من الهجوم، خاصة وأنها اتهمتها بالتحول لعراب للإرهاب الدموي حسب وصفها.